أكد وزير الخارجية سامح شكري على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الجانب النرويجي في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتطويره لشراكة قوية ومتينة. وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للشركة سكاتك، أكد شكري استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتعزيز استثمارات الشركة في قطاعات الطاقة النظيفة في مصر. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن ممثلي شركة سكاتك أعربوا عن تقديرهم لمسيرة التعاون الممتدة مع مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أشادوا بما تحقق من تطوير وتحديث في البنية التحتية الداعمة لمشروعات إنتاج الوقود النظيف.